رجعنا معكم مشاهدينا طبعا بفكراتنا العديدة بتحلى الحياة. رح نكون هلأ مع سنة وتزنين الكب كيك. هاي هاي سنة. هاي سنة. صبا صبا خبركم اليوم شو رح نعمل. رح نزين كب كيكس بتام الخريف. بما انه هلأ احنا بالخريف بقى انا اشتغلت شوي حضرت اشياء بالبيت ورح علمكم كيف تزينوا الكب كيك اللي بتخبزوها بالبيت. ومنزينها بشيء اسمه فوندان اللي هي عجينة معمولة من السكر. اوكي وين بنلاقيها العجينة موجودة؟ هذه العجينة فينا نلاقيها بسوبر ماركت. أوكي. فينا نلاقيها بمحلات ببيعوا اشياء غراض للجاتو ومن فينا نعملها كمان بالبيت. نبقى كمان عم نعلم كيف بيعملوها بالبيت. هي بتنعمل من مارشميلوز كمان والوان معدده تيجي منها مش فيها الوان واحد. وفينا نحن نلون كمان بالبيت بطريقه يعني طبيعيه. نضيف باودر لها بنغير الالوان مثل ما اورنج الوان هن أحمر. الالوان هن جيلز. اوكي مش سوي مش سي. اوكي وفي يكون باودر كمان. وفي انواع معينه يمكن بتنصحوا فيها تكون طبيعيه تكون هي كلها كل شيء بيتاكل هو ابروفد نحن بنجيبه للكيك ده لانه هدول اولاد صغار كمان بياكلوه. بس بهمنا السيدات يلي بدها تجيبهم تعرف شو تختار شيء صحي لاولادها. هن مبدئيا كل شيء جيل بفوت على لبنان بيخضع لرقابه. رح نباشر هلا بال هلا رح نبلش. عنا الكب كيك اللي نحن نخبزها بالبيت او بنشتريها من برا. هلا نحن عنا اذا عنا انيفرسيرز عنا بارتي اذا شو ما كان عنا فينا نحن نزين حسب التيم اللي نحن بننقيه لانه مش كل الناس بتحب انه تروح تشتري من برا. اوكي بقى نحن بنجيب عجينه السكر اللي بنلونها مثل ما بدنا اللون اللي بدنا اياه ونستعمل على طول كرمال ما تلزق نشا. نعم بقى من رقه من قصه. عفاف قد ايه حتنبسط بنتك؟ بنتي كثير رح تنبسط وانا مش كثير لانه رح اشتغل اكثر. دائما في القاعده تبع الكب كيك، انت دائما بتقولي عن هذا الشيء، دائما حطوا قاعده للكب كيك على طول. ايه كرمال تنقدر نعطي تقدر يبين الديزاين. نعم. وقت نحطه عليها للكب كيك. ماشي بنحط البيس تبعها وانا محضره اوراق شجر ملون الخريف. نعم بني موف اورنج احمر. ايه وانا زينت شوي بس تا شوفوا مشاهدين الفاينل. ايه هلا نحن بنزين مش بس الكب كيكس، نحن بنزين او الكوكيز او الكيكس، نحن بنزين حواليهم كمان تنعمل امبيانس او تنعمل جو بالبرزنتيشن. بقى حسب التيم اللي عم تشتغلي عليه. ديفنتلي. على طول بنلزق الاشياء اللي بدنا نحطها بمي. بقى لانه بالنهايه الاولاد عم ياكلوهم يعني. صح. اصلا هو سكر كل شيء بنحطه. كل شيء بنحطه على الكب كيكس هو بيتاكل. اوكي. ايه لانه اوقات سنه بنحس في كانه ورقه رقيقه بتغلفهم، اوقات الاولاد بينقزوا منها بيفتكروا انه هي مش للاكل، بنطمن انه هيدي للاكل عادي ولو كان عند ملمسها مثل الورقه. مزبوط. انا بدي اقول لكم شغله كمان، ايام بتشوفوا حديد او ملزقين او في عودين خشب او عودين حديد، ايام بينعمل ورود وبينشكوا عليهم. على طول بيتغلف الخشب والحديد بنوع مثل سيلوفان ما يضر ما يضر الناس ان هي عم تاكلها. هدول كيف قصصيهم سنة؟ لانه نحن ما شفناهم. جيتي قصصيهم انا جبت هدول معي لفرجيكم. هدول معمولين هدول كاترز قوالب خالصه. قوالب خالصه فينا نشتريهم من سوبر ماركت او كمان من ويب سايت بتبيع اشياء للكيكس. نعم. او من محلات كمان بتبيع الكيكس. هيدي كمان بنرق العجينه زيت الشيء مثل ما قصينا، هيدي بنقص الوراق بهدول القطاعات. نعم. وبنزين عندنا الكب كيكس جاهزين. ديفنتلي. وبنرجع بنزين نحن مثل ما بدنا مثل ما بدنا. يعني عم نشوف الصحن صار حاضر. صحن صار حاضر وبسرعة كمان. ماشي بتبسطوا ولادكم وبينبسطوا منكم. تفضل اللي حناكلها. سنة كساب اهلا وسهلا فيكي معنا بتحلى الحياة. يعطيكي الف عافية كل مرة. عن جد بتزيني هالطاولة بالوان اكثر من رائعة وكمان وببسمتك الحلوة. اهلا وسهلا فيكي.